اتعرضت للتحرش قبل كده من راجل او امراه؟ يا جدع الكلام اللي انت بتقوله ده. لا يا عم مفيش الكلام ده لا خالص. حصل ايه؟ اقسم بالله اللي بالدنيا عليه. واللي يتحرش بيك قبل كده؟ لا انا ما حصلش معايا الموقف ده، بس من ولاد لا، لكن بنت اه حصل. كنت طالع في الاسانسير عندنا وواحده كده جارتنا، يعني كنت ماشي معاها وكده. انا لا راجل ولا ست حاولت؟ لا لا. حصل تعمل ايه؟ انا عن نفسي مش هعمل حاجه. لا بصراحه قلت لها قوي عشان الناس وانا طالع لابويا يشوفني وكده. بعد كده سبتها قلت لها بقول لك ايه، ما تجيش هنا تاني خوفا من الناس، من حد يشوفني في العماره ان انا كنت في الاسانسير معاها وهي سمعتها وحشه، فاهم؟ بس اتعرضت للتحرش من ست، يعني كنا راكبين مواصله عامه وطبعا كانت بتحاول تحتكي، مش عارف ليه، مش عارف هي كانت عايزه ايه. يعني ممكن تكون رد فعلك كان ايه؟ نقلت من الكرسي يعني عشان ما اعملش دوشه في الباص. حد حاول يتحرش بيك قبل كده راجل ولا ست؟ اه يعني في مواصلات راجل اتحرش زي ما الناس بيتحرشوا. لا في الست طبعا ممكن تتشتم، بس انما الراجل ممكن يتضرب بصراحه. قال لي بالدنيا عليا، لو بالذات بقى لو في المترو واحده ست. لا برضه. لا 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 مفيش الكلام ده. قال لي بالدنيا عليها برضه. لا طبعا. حد راجل او ست اتحرشوا بيك؟ لا طبعا. ايه؟ لا لو حصل كده تعمل رد فعلك هيبقى ايه؟ مش عارف، بس مش هيبقى كويس. لا لا مفيش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده والله. وانا بقول لكل شاب بيلتزم اللي هو ما ينفعش الكلام ده، يعني ما ينفع. احنا مش زي الامريكانيين والناس دي، احنا مصريين جدعان. لا ما حصلش. ولو حصل من راجل؟ لا راجل دغدغه طبعا. امانه ربنا لو حصل من ست؟ لا برضه طبعا ما ينفعش. نفس رد الفعل اللي عمله مع الراجل بالظبط. لا رفضه جدا طبعا. ايه يعني الفكره دي؟ ما ينفعش. بس يعني انا ليه اعمل حاجه زي كده اصلا؟ هو ما حصلش معايا، بس انا بشوفهم يعني بشوف تلاقي في الاتوبيسات فاهم، وفي المترات تلاقي الناس يعني تلاقي راجل زانق نفسه وكده فاهم، وبيعمل حاجات غريبه. انا بديله بضربه على طول. لو واحده ست؟ لو واحده ست ببعد. يعني بالنسبه للبنت ده بيرجع لحاجات كتيره، يعني ممكن تلاقي في فاهم بيبقى في ناس عندها، ناس كبيره عندها مراهقه متاخره فاهم، بتلاقي يعني في ناس عندهم مع نقص فكري. الرجاله ما اعرفش عشان ما حصلتش معايا ولا شفتها. مفيش الكلام ده زي ميم ولا مفيش خالص، ما ينفعش.